كل شيء تحطم في هذيك اللحظة، لأنه كنت عم فكر كم راح أضل، كم يوم أو كم شهر أو كم سنة، هل ممكن أنا في يوم من الأيام راح أشوف هذا الولد الصغير اللي كان حلم حياتي اللي تحقق، ممكن أشوفه يتخرج من مدرسة، ممكن أشوفه يتخرج من جامعة، ممكن أحضر عرسه، أو ممكن أنا خلاص رايحة. مرحبا واضح، أنا دجا بن فرج، دجا بالجزائري، عمري 43 سنة، مذيعة أخبار وبرامج في إذاعة دبي ونور دبي، عندي تقريباً 13 سنة وأنا في الإمارات. حكايتي مع السرطان بدأت في 2015، في شهر فبراير 2015. طبعاً كان محض الصدفة أني كان في عندي وجع تحت الإبط وفي الذراعين، وبعدين قلت له ممكن أنه حيكون كيس دهني أو أي شيء من هذا القبيل، تعب ستريس، لكن الوجع زاد يوم ورا يوم، وكنت مضطرة أني أروح عند الدكتور عشان أشوف شو اللي صاير. قال الدكتور أنه في عندك سرطان، وبدأ يقول ولا راح يكون في استئصال وراح نبدأ العلاج الكيميائي، وبعدين ممكن نروح للعلاج الإشعاعي، وممكن أنك تعملي ريكونستراكشن، يعني إعادة ترميم للثدي. طبعاً في هذاك الوقت أنا ما كنتش أفكر لا في العلاج ولا في الترميم ولا حتى في السرطان بحد ذاته، يعني أنا كنت أفكر بابني اللي أنا في نفس اليوم أخذته على المدرسة وكان في عنده انترفيو قبول للمدرسة، فممكن نقول باللي كل شيء تحطم في هذيك اللحظة، لأنه كنت عم فكر كم راح أضل، كم يوم أو كم شهر أو كم سنة. هاي الفترة أنا لجأت للكتابة ولجأت للفيسبوك، وكنت بكتب يومياتي على السرطان بصفة يومية على الفيسبوك. بعدها قررت أني أكتب كتاب على تجربتي مع سرطان الثدي، وبعد سنة توقفت عن الكتابة لأنه صرت أكره كلمة سرطان. بعدها زوجي قال لي دجا ليه ما تروحيش تتوجهي لكتابة للأطفال، تحولي كل القصة لقالب يحكي على قصتك مع السرطان بقالب طفولي. فالجأت لهذا القالب وكتبت قصة أخيرا وجدت أمي على لسان ابني قاسم. السرطان كان منحة بالنسبة لي، لأنه بالسرطان تعرفت على حالي أكثر، عرفت نقاط قوتي ونقاط ضعفي، حبيت نفسي أكثر، أصبحت أحب نفسي وأصبحت أحب الحياة. كانت ابتسامتي صعبة جداً، صارت الابتسامة سهلة، وصرت في عندي تشالنج يومي إنه لازم في اليوم أخلي إنسان يبتسم، حتى لو قلت له صباح الخير وأنا ببتسم. ماما أحبك وسأبقى مدى العمر أحبك أنت وأبي، وبالحب آخر شيء بدي أقول إنه المرأة العربية معروفة إنها تهمل كتير حالها، تنسى حالها مع الروتين اليومي، مع الأطفال، مع التربية، مع العمل، مع سرعة الحياة، فننسى حالنا كتير. ما تنسي حالك، إذا حسيتي بأي وجع توجهي للدكتور، لأنه جسمك ما بيكذب، جسمك دايما بيقولك الحقيقة. توجهي للدكتور وفحصي، وبليز بليز يعني أنا أترجى كل سيدة إنها تعمل الفحص الدوري، لأنه الفحص الدوري ممكن إنه ينقذ أرواح، وممكن إنه يختصر عليكم الكثير من المراحل. جمالك ليس في شعرك، جمالك في قلبك، في روحك، في إحساسك، في حبك للحياة. والناس اللي بتحبك راح تحبك لأنك إنسانة قوية، صامدة، صبورة، ولأنك مكافحة، ولأنك راح تنتصري في الآخر على هذا المرض اللعين.